في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. ألكسندر أستاذ ومخترع في علم الهندسة والميكانيكا التطبيقية في جامعة كولومبيا في نيويورك. ألكسندر مجتهد جدا في عمله، ابتكر بعض الاختراعات وبيسأل زميله وصديقه فيلبي عن رأي الجامعة في اختراعاته، بيقول له إن الجامعة رفضتها واعتبرتها غير مفيدة. أليكس عنده مديرة منزل اسمها ميسيس واتشيت وبيعتبرها زي أمه. أليكس بيخرج عشان يقابل خطيبته إيما ومعاه خاتم الخطوبة اللي هيقدمه لها، وبتسأله فين الواد اللي طلبته وبيعتذر لأنه نسيه، وبيطلب منها موعد للزواج وبتفرح جدا وبيطلع الخاتم وبيلبسه لها، لكن بيظهر لص وبيطلب منه الفلوس اللي معاه، بيديله محفظته لكن بيطلب كمان الخاتم اللي شافه في ايد إيما، لكن إيما بترفض وبيحاول اللص ياخده لكنها بتقاومه بشدة، لكن بتخرج من مسدسه رصاصة وبتموت إيما. بينهمك أليكس في العمل وبيحضر الاختراع جديد، شغل وقته كله لمدة 4 سنوات وبيكلمه زميله صديقه فيلبي يرقف بنفسه شوية، لكن أليكس كان منهمك جدا في اختراع عظيم وهو آلة الزمن اللي استغرق منه 4 سنوات من العمل. بيبدأ أليكس يستخدم آلة الزمن وبيرجع بالزمن 4 سنوات عشان يقابل خطيبته إيما ويغير مصيرها المشؤوم، وفعلا بيقابلها في نفس الميعاد اللي حدث منذ 4 سنوات، ولكن ما بيروحش معاها الجنينة اللي ماتت فيها وبيطلب منها يروحوا مكان آخر، وبيروح معاها محل ورد اللي طلبته منه من 4 سنوات وكان نسي، ودخل المحل عشان يجيب الورد وطلب منها تنتظره على الرصيف. وأثناء وجوده في المحل بيسمع صوت وضجيج في الشارع، بيخرج يلاقي سيارة صدمت إيما رغم وقوفها على الرصيف. بيعرف أليكس إنه مش هيقدر يغير أبدا القدر ويغير الماضي، وبيقول لصديقه فيلبي ممكن أرجع بالزمن 1000 مرة لكن برضه هشوفها بتموت 1000 مرة وبألف طريقة مختلفة. بيركب ألكسندر آلة الزمن وبيقرر يوصل للمستقبل، وبيشوف تطور الأزياء أمامه في محل الملابس اللي أمام المنزل، وبيشوف التطور المذهل في المباني. بيوصل أليكس لعام 2030 وبيلاحظ إن البشر وصلوا للحياة في القمر. تظهر أمامه بنت معجبة ببدلته وبتسأله عن آلة الزمن، هل الآلة دي لصنع الكابتشينو؟ وبيلاحظ إن الناس كلهم بيركبوا عجل وإن الطائرات في كل مكان. بيروح أليكس مكتبة نيويورك العامة، بيشوف هناك شخص اسمه فوكس وبيسأله فوكس هل ممكن أساعدك؟ وبيتضح إنه عبارة عن وحدة معلومات متطورة في شكل جهاز روبوت متكلم، وبيتعجب ألكسندر كتير وبيخبره فوكس انه خلاصة كل المعرفة الانسانية وبيعرض عليه يساعده. وبيسأله أليكس هل توصل احد لتغيير الماضي؟ بيقوله لا، لم يستطع احد حتى الان تغيير الماضي. وبيقوله عن اسمه ضمن المفكرين والعلماء اللي ساهموا في محاولات السفر عبر الزمن. بيروح أليكس لعام 2037 وبيشوف حطام في كل مكان، وإن القمر أصبح قريب جدا من الأرض وواضح عليه آثار تدمير، وبيكتشف إنه اتدمر بسبب استعمار البشر له، وإن البشر أصبحوا بيعيشوا فيه، وبيلاقي انفجارات في كل مكان، وبيرجع يركب آلة الزمن بسرعة. بيصاب ألكسندر بحالة إغماء بسبب الانفجارات الكتيرة اللي حواليه، وبيصطدم جسمه بذراع آلة الزمن، وبتدور الآلة أثناء إغمائه وبيدور الزمن ليصل بسرعة ويجد نفسه في عام
802701. بتاخدوا بنت اسمها مارا وهو مغمى عليه، وبتعالجوا في منزلها، وبيكتشف انهم عبارة عن قبائل بدائية بيعيشوا في اكواخ فوق الجبال. وبيلاقي مارا الوحيدة اللي بتقدر تفهمه، وبيقول لها انه مسافر عبر الزمن من الماضي، وبتقول للناس وبيلاقيهم بيضحكوا، وبتقول له قلت لهم انك واحد عبيط وتايه. بيشوف أليكس ان القمر اصبح متدمر بشكل كامل، وبيقول ان فيلبي زميله كان على حق انه قال له ان القمر هيتدمر مع الزمن. بيسأل مارا هل توصلوا لطريقة يغيروا بيها الماضي، وبتستنتج مارا منه انه فقد شخص كان بيحبه جدا. بتارد مارا عليه ياخد اخوها الصغير كالين معاه ويرجع لزمنه، وبيسألها ليه، وبيحس انهم عايشين مهددين وخايفين من شيء هو عايز يعرف ايه هو. وفجأة بيلاقيهم كلهم بيجروا بخوف شديد، وبيكتشف انهم بيجروا من كائنات متوحشة اسمهم المورولوكس، وبيجري معاهم. وبيلاحظ ان الكائنات بتستخدم اسلحة بدائية جدا، وبياخدوا الناس وبينزلوا بيهم تحت الارض. بيجري وراء أليكس واحد منهم، وبيطلع مكان مرتفع عشان يهرب منه، وبيطرده وبيتمكن منه، لكن بينقذه كالين أخو مارا. وبيشوفهم بياخدوا مارا وبينزلوا بيها تحت الأرض، وبيحاول يروح وراهم لكن ما بيعرفش ينزل زيهم. بيسألهم أليكس ليه مش بتقاوموهم وتحاربوهم، بيقوله إنهم بياخدوا كل اللي هيحاربهم. بيسأل أليكس كالين هل كل الأشخاص اللي بياخدوهم بيرجعوا؟ بيقوله لا. وبيسأله هل تعرف مكانهم؟ بيقوله إن الشبح هو الوحيد اللي ممكن يقولك. وبيروح أليكس معاه، لكن بيكتشف إن الشبح هو فوكس اللي قابله قبل كده. وبيسأله عن المورولوكس وإزاي يجد مرة. بيقول له فوكس ان الناس انقسمت لطائفتين، الاولى الإيلوي وهم اللي بيعيشوا فوق الجبال، والطائفة التانية المورولوكس وهم بيعيشوا تحت الارض. وبيقول له انه لو عايز ينقذ مارا مدخلهم موجود في الغابة. بيروح أليكس وبينزل حفرة عميقة جدا، بيلاقي المورولوكس بيشتغلوا في ممرات تحت الارض وعايشين في عالم مستقل بيهم. بيشوف العقد بتاع مارا، وبيلاقي أدوات تقطيع لحوم مرعبة، وبيرجع لورا من الخوف. بيقع وسط جماجم بشرية وبيحاول يخرج، لكن بياخدوا أحد المورولوكس وبيضعوه في زنزانة تحت الأرض. بيلاقي مارا موجودة تحت في قفص حديد، وبيلاقي شخص جالس أمامها وبيقوله تعالى، وبيكتشف إنه زعيم المورولوكس. بيقول له انهم كانوا بيعيشوا في القمر، لكن بعد تدميره البعض استطاعوا يعيشوا فيه، لكن هو والبعض الاخر استطاعوا الهروب منه الى الارض، وبيعيشوا في انفاق تحت الارض. وبيقول له انه بيمثل العقل المسيطر عليهم، وانهم بيحاولوا يسيطروا على البشر عشان يضمنوا حقهم من الغذاء اللي بيخافوا ان ممكن البشر يستنفذوه في شهور. وبيكتشف انه عارف اسمه وكل شيء عنه، لانه بيقدر يقرأ ذكرياته من خلال النظر اليه، ويعرف كمان احلامه. وبيصور له في مشهد ايما ومعاه اولاده حلمه اللي كان بيسعى من اجله. وبيقول له انه عارف ان آلة الزمن اللي صنعها كانت عشان يستعيد ايما من خلال رجوعه للماضي، وبيجيب الآلة وبيأمره بالرحيل وبيديله ساعته، لكن ألكساندر بيشغل الآلة وبيسحبه معاه وبيضربه بقوة، وبيرد عليه بضربة أكتر والآلة بتعمل، وبيحمله بيد واحدة وبيحاول قتله، لكن أليكس بيضرب مكان في الآلة اللي بيخرج منه دخان في وجهه وبيسقط، لكن بيفضل متعلق في رقبة أليكس. وبيحرك أليكس دراع الآلة للمستقبل، بيمر الزمن عليه بسرعة وبيتحلل بسرعة وبيموت. بيلاقي أليكس انه اصبح في عام 635 مليون 427 الف 810،
وبيشوف الأرض أصبحت أكتر بدائية عن السابق. بيفكر أليكس في مارا وبيرجع بالآلة تاني عشان ينقذها، وبيوصل لمارا وبيخرجها من القفص الحديدي وبيجري وراهم المورولوكس، لكن أليكس بيقفل الباب عليهم وبيجري، وبيتجمعوا حول الآلة اللي أليكس وضع فيها ساعته عشان يتسبب في خلل فيها وبالتالي تبقى زي فخ ليهم وتنفجر فيهم. وفعلا انفجرت الآلة وماتوا جميعا. وبتتأسف مارا لأليكس لأنها كانت السبب في فقده آلة الزمن. بيقول أليكس كانت مجرد آلة، وبيلاقي أليكس عالمه الجديد مع مارا. بيعلم الشبح فوكس الناس وهو واقف في وسط الآثار المتبقية من مكتبة نيويورك العامة، وبيحكي لهم تاريخ الأرض. بياخد أليكس مارا وكالين وبيوريهم مكان بيته القديم، وبنشوف صديقه فيلبي وميسيس واتشيت في نفس المكان كأنها لحظة واحدة رغم تفاوت الزمن الماضي والمستقبل. وبتقول ميسيس واتشيت لصديقه فيلبي انه مضى على اختفائه اسبوع، وبيقول فيلبي ربما يجد اخيرا المكان اللي يكون فيه سعيد. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.